كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمونها؟ اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار والأحاديث التي يعني جاء فيها ذكر كيف كان تلقي الصحابة لهذه الأخبار أو هذه الأحاديث، يعني يقضى منه العجب، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أتبع الناس، بل هم أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس حفاوة به إذا حدث، ولهذا كانوا يحرصون على حضور مجالسه صلى الله عليه وسلم، وإن طرأ لأحدهم العذر في عدم الحضور فإنه يحرص على أن يقوم مقامه من يحضر حتى ينقل له ما جرى في هذه المجالس، كما ثبت يعني في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأنصاري نتناوب على حضور على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم يحضر عمر ويوم يحضر هذا الأنصاري، فكل واحد منهما يحكي للآخر ما جرى في هذا المجلس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني جزء من اهتمام الصحابة بالأحاديث أو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. ثم إنهم يعني مثل الحديث الذي يعني فيه أن وفدا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم أتوا إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أو إلى أمهات المؤمنين، فسألوهن عن كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كانت صلاته، كيف كان صيامه ونحو ذلك. فهذا كله دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على تتبع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. طبعا هذا كان يعني في حياته عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك يعني القصة المشهورة، وهي القصة التي وقعت يعني في الحديبية، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب الصلح بينه وبين كفار قريش، ثم أمر الصحابة بالحلق، والقصة يعني مشهورة أنهم لما وقع منهم التأخير على غير عادتهم، وإنما كان التأخير رجاء يأتي إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، يعني مما يقع من تجدد الوحي أو نحو ذلك، حتى إذا يعني أشارت أم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل فعلا يبين للصحابة أن هذا الأمر انتهى ومفروغ منه، وهو أن يبدأ بنفسه بالحلق. فلما بدأ بالحلق كاد الصحابة أن يقتتلوا يعني استجابة وطوعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان فعل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاته اللهم صل وسلم كان يعني حرصهم على اتباع السنة، ويعني نهيهم من يخالف السنة كان في الذروة العليا، يعني كما لا يخفى مثل حديث عبد الله بن عمر لما قال حديث النبي اللهم صل وسلم عليه لما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه: والله لا نمنعهن. طبعا كان الحامل له على مثل هذا القول هو تغير الزمان، أحوال الناس، وظن أن خروج النساء في ذلك الزمان إلى المساجد أنه عرضة لشيء من الفتن، فهذا كان الداعي له. لكن كان أسلوبه أسلوب غير جيد، يعني كيف تقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المنع، يعني في النهي عن المنع، كيف تقابله بالحلف بأنك ستمنع؟ فغضب ابن عمر وقال: والله لا كلمتك أبدا. وقريب منها يعني قصة عبد الله بن مغفل لما حكى يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فخذف ابنه فحلف يعني كذلك بأن يكلمه. فهكذا كان هدي الصحابة في تعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله رضي الله عنهم أجمعين. سبحان الله. وأنت تتكلم شيخ حسن عن الحديبية، يعني انظر المشرك عروة بن مسعود يعني قبل إسلامه كيف تنبه وقال وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، قال: ما رأيت رجل يعظمه قوم كما يعظم قوم محمد محمدا، كأن على رؤوسهم الطير، إن أمر ابتدروا أمره، وإن توضأ اقتتلوا على وضوئه، إلى آخر وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر حتى في قول عمر لما أخذته فورة الغضب رضي الله عنه وأرضاه، فورة الغضب، وقال: لمن أعطي الدنيا في ديننا؟ كان جواب أبو بكر جواب واضح وصريح لما قال: إنه رسول الله ولا يعصيه فالزم غرزه، أو كما قال رضي الله عنه. طيب شيخ محمد،